الأخلاق المباركة من انطلاقات الخير والعطاء. ونحن الآن ننطلق مع الشوط 18، وهذا الشوط مسافته 5 كيلومترات والمخصص للأبكار. طبعا هناك شعارات عديدة وأيضا أسماء لامعة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، وأرى أيضا في الصدارة الظبي لمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري، محمد بن غانم بن حمودة الظاهري أيضا يحتل الصدارة وصدارة الشوط هذا والمركز الأول. المركز الثاني منصورة لسالم بن محمد بن سهيل العامري، وأيضا تأتي في المركز الثالث احتل في هذه اللحظات هملولة لسعيد بن يافور لسالم بن سعيد بن يافور. والمركز الرابع ملوح لسعيد بن عبد الله بن حارب المهيري. المركز الخامس وهذا الشعار الأحمر الجميل ضيف لراشد بن حمد بن عيلان الاشتبي. وعن خط النهاية وعن الناموس وعن الفوز وعن السلامات، وما زالت شاهينية تحتل المركز الأول لسيف مبارك بن فاضل المزروع. المركز الثاني اتحاد لسعيد بن علي العمري. المركز الثالث عهود لعامر بن زايد المنصوري. المركز الثالث المركز ايضا الثالث راهيه لمحمد بن حمد بن هويمل العامري. يا سلام، ولكن خلونا مع 500 متر اللي ايضا تفصلنا عن خط النهايه ومع الشاهنيه. يا سلام يا سلام، شوف 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 ايضا الركض الجميل، شوف التجميع، شوف الجمهور ايضا، وشوف التشجيع للشاهنيه لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ايضا روح يا المزروعي ايضا مع الناموس ومع الفوز ومع ايضا المركز الاول في الشوط 18 ومع الشاهنيه. يا سلام يا سلام، اذا الشاهنيه تحتل المركز الاول لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. الف مبروك. والناموس ايضا سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي على اللي حقق الفوز من خلال الشاهنيه. المركز الثاني عهود لعامر بن زايد المنصوري. الثالث براقة لسعيد بن سالم بن علي لوهيبي. المركز الرابع الظهر ايضا نترك المجال ايضا للجنة، هي ايضا عندها النتائج بقية المراكز. اذا نعود بالتهنئة لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي اللي حقق الفوز من خلال الشاهنية بالمركز الاول. والتوقيت الزمني يا مخرجنا، التوقيت الزمني كان ايضا اللي قطعت فيه مسافة 5 كيلومترات الشاهنية لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي 7 دقائق 34 وجزئين من الثانية. تهانينا أيضا، وأيضا نواصل التعليق. والآن أترك الميكروفون أيضا وأنقل الميكروفون لزميلي خليل إبراهيم العبيد.